السلام عليكم يا اخوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وجيتكم ثاني بفيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله يا ربي. غادي نشارك معكم الفطور اللي باقا ما شارتش، غنطيب معكم الفطور ديال صحاب بلادي، غنطيبو ونشاركو معكم. وزياره سبقاتني مشات، انا بقيت تصليت الله يتقبل، وجدت راسي للتصوير نتسنى مصوره، راه مشات وقريله بدات طيب، ما عرفتش شنو دارت. ونشارك معكم الفطور ديالنا ديال صحاب الباديه على حق وطريقه، فطور بداوي بكل شيء اللي بالعصر ديالو بحريرت، وبالمهم كامل غنشاركو معكم على طريقه خدمتكم الدكاليه في الباديه. وها نتوما احبابي الزينين، وما تنساوش ديما تدعمونا باللايكات ديالكم والكومنتات ديالكم الزوينه، وانا كندير غير الحاجه اللي كتعجبكم والحاجه اللي كتكون يعني تحت الطلب ديالكم، كتخلوا لي في الكومنتات ديال الدكاليه. سير العربيه، سير العربيه، والله العظيم كتعرفوا الصيف ماشي الصيف، انا الحسخ والحراره طلع بحال الصيف، والله العظيم انا دابا هنا في الدار وعرفت ركن الحراره برا. كي شفت واحد الفيديو السابق راه قلت لكم ركن الشميشه والحراره. غنشارك معكم اليوميات ديال العروبيه وديال صحاب الباديه، وها نتوما معايا خوتي الزينين، الله يخليكم ليا. ما تنساوش ديما بارطاجوا ليا القناه، الله يعطيكم الخير والله يسهل عليكم. وهذا رمضان غير بارطاج ديال القناه، بارطاج في القناه ديالي، طلع ملي كنضرب التمر وكنتكرفص، نتوما كطالبونيش وانا جيت في الحراره ورمضان وجيت للباديه والوقت ما كانش، والله العظيم والله العظيم. وها نتوما احبابي، مالك على الدين؟ مالك هدا كل كذا ولا الكاميرا كل كذا التصوير ازر حالي الحكايه. انتم حبايبي يلا معنا الكوزينه، شوفوا فوزيه اشنو دارت في وصلت مع الطيب وتوجعت الفطور، وبقوا معنا حبيبو احبابي يا حبيبي حبيبي الدجري هذي راني صايمه وحق الله، والحراره انا راه كتقبل عليا الحراره، كنقول لكم ملي كنمشي عند ناعمه كنقولها لكم، كنقول لكم راه الحراره كتقضي عليا، اللي بغى ينتقم ما يقدرش شي بلاصه فيها الحراره حطني، عرفتي ما كنبقى لا ناكل لا حتى شي ما نبغيش، دوك هضر ما نبقاش والله العظيم كنفطر، قطع عليا الاذان في وقت شي اذن باش نطلب الماء. هانتوما معايا خوتي الله يخليكم ليا. هانتوما خوتي انا جيت للكوزينه في زياره خرجات شنو دارت؟ قالت لك عجنات مسمنة، هانتوما الفوزيه راه حاده عجنات اللي قالت لك ديرو قلم مسمن وقلم معمر، علاش انا ما جاتش ليا؟ ولكن انا شميت ديك الشامولة ديال المسمن كيطيبوا فيها، شميت على الريحه. والكويزينه المتوسطه والمتواضعه ديال فوزيه اختها نتوما صرا باقا ما صالحتهاش، الله يسهل عليها جبد راسها وتصلحها وتجلجها. والريحه ديالها بدات الحرير لقيتها بدات، بغيت تشارك معاك الحرير الساعه لقيتها بدات كطيب، عرفتي ما نقولش لك واحد الحريره في العاطي وخالف ليا كورونا. المهم شميت ماشي صح كورونا، الله يسمعوا ويتخلعوا، احنا ماشي غير كورونا جات عام ونص دابا في شهر 9 ديال ذاك العام، طبعا عام ونص شهور خد واش كان فيها كورونا، بقيت التاثير ديالها درت تحاليل وما طلعتش ليا حيت مشيت وداك الشيء، قالوا لي هذوك غير العواقب ديالها، قالوا لي غير بقات قال لي كورونا مشات وحد ما طلعش ليا في التحاليل، والله العظيم. المهم دابا راه ما بقاتش فيا كورونا، قال لي بقى فيا الشماشي غير شي شي عام ونص في شهر 9 ديال داك العام، وشهر 9 ديال العام اللي داز عام، ودابا حنا في شهر 4 عام وسبعة شهور، عام وسبعة شهور خوتي. وانا داك الضوء ما بغاش يعني لا شفت شي 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 شويه مشى بواحد الطريقه، الضوء الشم بجوج والشم ما كانش مزيان، ولكن دابا شميت واحد السم المالح وريحه الكرافس غير شي شويه واحد 3%، هذا الشيء هو اللي كان. وهات مع خوتي غنمشي ثاني نلقط البيضات باش نفطروا هاد النهار لقينا، على الله خاصكم دوكا اللي ولفت باش طقط البيض كي شي حنش الدجاج غيولي يشوف لي طلب لنا الشرعه، والله العظيم. هانتوما خوتي دابا غادي نمشي نقلب البيض كيف قلت لكم، شتي دوك الدجاجات تما غيكون شي دجاجه تما بيضه، شتي شو مساكن راه قلت لكم الدجاج غيولي يشوفني غيبدل البلاصه غيطلب الشرعه مسكين. دجاج بلدي عرفتي شنو كبير لي الحريره اللي بقات من البارح؟ ويلي شوفي الحريره والله العظيم كياكلوا في الحريره داك الفولو، نسى كانت برا مع راسهم. نشوف هذوك الصيادات اللي كانت في ديك الجزيره، لا خلا جالسه شرفك كيف باقي تفر بيع الدجاج، عرفتي تما الحرية ديال الدجاج عمل غنلقى بحال داك الفيد ديال البارح اللي درنا قبل، هانت من الريوة تا مهيلة
من حاجه وحاجه صافي. هاد الدور خوتي هذا اللي عرف القيمه ديالها هي صحه عندنا وحق الله كون كانت زلت نزرعوا عندنا في الدار. اجي تشوفي اجي تشوفي هاد الشويه مرات الكاميرا حد جات مسخينه برك تخيط زيدي انا ما تحاطين لها والله ما عرفت فرت الخياطه خلعتني سحبت شي حاجه زيدي زيدي زوم على الكاميرا قربت العده بعدا كتخلعك شفتها كتبان لك هاتكم كبرات عندها ياخ صندوق كريم عندها زهر بالمرة طارقة وقاقع على بيضة وحدة قاقع على بيضة سمحي لي خاصكم تحطوا عليها غنمشي عند وزير ولا واش كاين شي غادي نحطوا عليها دابا خاصها تخرج هذا باقي الوقت دابا باقي الوقت ديال التخريج شهر 4 شهر 5 عاد خاصهم يحبسوا الحقاش اللي حطوا في شهر 5 غيخرج مع الصيف يموت حلو الفلاس صغار تقضي عليهم الحرارة انا نمشي عاد نقول لها هنا كاين شي بعض ايوا هانتوما خوتي نفس ما المعرمر تبارك الله على مولاته ولا صوباته والله ما درت لي بان شاهي اش درتي في العمارة؟ شنو درتي في الزهرة في الحشوة؟ درت طولو كوس ايه هذينا غايجي بيا ايه درت خيزو محكوك القرعة الفلفلة الحمراء زيت صافي ومعطرية توابل ما عليكش تبارك الله شفتي فيها البصلايات؟ اه ضروري البصلة نسيت اي تبارك الله عليك شتها منه الريحة ديال القطاع تبارك الله كتشهي معدي ما نساش صافي تصدي بالزيتونة كحلة اه صافي اللهم بارك ايوا انتم خوتي غتبقاو معنا حتى يطيب ونوريكم الشكل ديالو كيفاش جا ديريه في الفران في الفران ديال البوطه ها انتم خوتي بقاو معنا حتى الاخر ها انتم خوتي حنا جينا نحلبوا البقيره انا ما بغيتهاش سميتو باش نمشي كده حتى تنطحني ولا شي حاجه تصدق زي شي كنت بي شي كنت كنت ولا ناس عيب شي ضربان الدماغ جايباني هنا اسمي اسمي انا نسيتها ها هو السي محمد كيحلب لينا الحليب باش نديرو القهوة باش نجدو الطاير ديالنا وبقاو معنا حبابي تابعونا الله يتابعكم بخير كنا نجدو الطاير ديالنا طار بداوي على حق وطريقه شوفي هانت الله إلا ما عرفاتنيش مسكينة إلا بعدا زكيتي تخلعات إي والله إلا كانت تخلعات وحق ما تبانت لا براني راه بالصفر أي واحد بان لي براني راه حنا بنادم حنا بنادم ولا جا عندنا بنادم براني عمرنا ما شناه يحلي له واحد البيضة لا لا بخام جاش زوينة لا بخام جاش خليها تبيض عليها خليها تبيض عليها عقول ها؟ لا عليك نفرات لا والله ما خير لا قالت لك نفرات الدجاجة صافي تبيض عليها عرفتي المشاهد راه قلت لي بغات نحط لها واحد الدجاجة مسكينة لقيتها قارقة وقالت لك لا قالت لك البيض البيض قالت لك كنسلقوه يوميا كيسلقوا بزاف البيض الناس كيسلقوا 4 البيضات 5 وهما غير قليل كيقول لك كيسلقوا 10 البيضات 8 البيضات سير 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 كلمة ماما على قدين شنو هو؟ كنقلب على زينب زينب هاي هاي زينب تعالي زينب كنقلب عليك اجي نلعبوا كورة اجي نلعبوا كورة هاد الطيار ديالنا هو وجد فطور بداوي ديال صحاب البادية عاتما تبارك الله تعاوننا عليها حتى انا درت يدي معاهم ماشي غير هما اللي شقوا بوحدهم هذا صايب مسمن معمر بالطون والخضره كيف قالت لكم السيده اللي وجدات وها اللي صايب طحال العصير ها اللي صايب شلاضه ها اللي قلى الحوت ها اللي طيب الحريره عاتما تبارك الله ونتمنوا هذا الفيديو ان شاء الله يعجبك شنو كاين هنا الزيتون كاشير كاشير فرماج شلاضه العصير على جوج اشكال سميتو الزيتون مشرمل بغرير الحوت العصير الاول بالفريز والتفاح والبنان والحليب اييه وهذا الدكاليه هذاك بالحامض والبنان ودانون والليمون هذا عصير منعش واعر 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 هنايا كاين اتاي هنا القهوه هنا خلاص الحليب اللي وريناكم حبناه من البقيره الحليب ونسيبنا سي محمد الله يخلي لنا طويل العمر البغرير هنا الفاكهه والشباكيه والتمر هنا المناضة العصير الخبز تاعو تبارك الله مطيبين سخون ايوا نوريكم الحريرة الحريرة يا سيدي الحريرة تبارك الله كيف كتعمل ها انتم خوتي ها
الفارق واصله بالقوام ديالها. ها تبارك الله. ها انتم اخواتي كيفاش كتبان حمراء تبارك الله. ها انتم هاد الريحه ديالها كتشهي. الله. ها انتم واش كتبانوا لالا. ايوا خوتي خواتاتي نتمنى هاد الفيديو عجبكم. انا راه مازال كاين في العروضيه، مازال خاصكم كاين على الروتين 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 تبع الروتين على الروتين الدار العروضيه صحاب الباديه. ايوا حبايبي كل واحد راه خيرو في دارو. بغيت نشاركو معاكم هنايا الجو ديال العروبيه والفطور تاع الناس تاع الباديه تما كيفاش كاين. حنا شاركنا معاكم هي في المدينه فطور ديال صحاب المدينه كي داير. ايوا حنايا الفطور ديال صحاب الباديه ما كاينش فرق حتى ما كاينش الفرق تبارك الله. واخا الناس القامة في حالهمش مساكن واخا ما كيتكسوش واخا ما هذا المهم ما قدروش يصبروا يصبروا في الجوع ديالكم شي حق الله مساكن كياكلوا سميتو الجريه ديالهم كيف كيقولوا والله العظيم ما قدروا ما يتكسوش قدروا ما يشروش قدروا ما يسافروش بزاف د الحوايج ما يديروهمش ولكن الصار ديال كروشم راه ما يسمحوش ليه وما يتنازلوش ليه. ونتمنى هذا الفيديو اخواتي اخواتاتي قبلكم تقبلوا عليه سمحوا لي راني دوخة تنشمش نبقاو الاذان خاصكم انتم تقبلوا عليه وقبل عليكم انتم هذا الفطار. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وشهية طيبة وبصحة فطوركم والسلام عليكم ونشبعكم 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 ونشبعكم